أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة وحلقة مهمة جدا. حلقتنا النهاردة حلقة مليئة بالروحانيات العالية، هنتكلم فيها عن القرآن الكريم وفضل القرآن الكريم. القرآن الكريم يعني هو منهج الحياة. إحنا لو مشينا بالقرآن الكريم هنرتاح في حياتنا، لو تدبرنا معاني القرآن الكريم هنرتاح وهنلاقي كل مشاكلنا بتتحل. يعني إحنا ناخد القرآن الكريم المنهج بتاعنا، إحنا اللي بيحصل فينا أو المشاكل اللي إحنا بنعيشها أو المشاكل اللي إحنا بنشوفها لأننا بعدنا عن الدين. إحنا لازم نشوف حتى قراء القرآن الكريم ونشجعهم، نشوف النماذج الإيجابية ونشجعهم، لازم ندعم النماذج الإيجابية. زي ما بنشوف حاجة سلبية وباسم إن إحنا بننتقدها بنشجعها، فلازم ندعم النماذج الإيجابية وندعم كل حاجة حلوة، لأن للأسف الشديد إحنا بقينا بدون وعي بنخلي الحاجة اللي هي السلبية بتنتشر. فالنهاردة حلقتنا عن القرآن الكريم وفضل القرآن الكريم، وهنعرف مع بعض أنواع القراءات القرآن الكريم وأسمائها، وهنعرف كل ده مع ضيفي الغالي اللي مشرفني، القارئ عبد الفتاح شهاب الدين الملقب بصوت الملائكة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد، بارك الله فيك وربنا يحفظك ويطول في عمرك ويبارك فيك وفي السادة المشاهدين إن شاء الله. إن شاء الله شرفت ونورت برنامج حلم حياة. وفي البداية يعني أول حاجة حابب نفتتح الحلقة مع بعض، يعني قول لنا أو اقرأ لنا يعني حاجة مما تيسر من القرآن الكريم. تمام، حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله العظيم. يعني بسم الله ما شاء الله عليك، يعني جميل جدا وحاجة يعني حلوة ونموذج يعني مشرف ونموذج ناجح. عايز أعرف منك يعني بدأت القرآن الكريم أو حفظ القرآن الكريم من إمتى وإزاي ومين شجعك على ده؟ أنا بدأت حفظ القرآن الكريم منذ أن كنت طفل صغير، وبعد ذلك توقفت عن الحفظ. ولما دخلت القوات المسلحة سمعت إلى فضيلة الشيخ محمد الليسة رحمه الله فشدني صوته، وحفظت تلاوات كثيرة بفضل هذا الرجل رحمه الله. ثم بعد ذلك بعد أن انتهيت من القوات المسلحة حفظت القرآن الكريم في 3 أشهر فقط لا غير. تمام، يعني أنت يعني بدأت حفظ وأنت في الجيش. تمام. حد شجعك فبدأت الحفظ وانت في الجيش. تمام. وبعدها حفظته في 3 شهور. تمام. يعني انا حفظته بعد ما انتهيت من الجيش في 3 أشهر فقط لا غير، لان انا عندي الحمد لله رب العالمين يعني ملكة الحفظ موجودة عندي الحمد لله رب العالمين. تمام، يعني ممكن الواحد يقدر يحفظ المصحف في 3 شهور؟ لو عنده الملكة، لو حاطط في دماغه ربنا سبحانه وتعالى ميسرها عليه،
يستطيع ان هو يحفظه في 3 أشهر. تمام. وبعدين انا حفظته وانا كبير كمان يعني بعد ما انتهيت من القوات المسلحه، فكان سهل ان انا احفظه بالنسبه لي. تمام. طب عايز اعرف من حضرتك يعني ايه الصعوبات اللي ممكن تكون واجهتك في الحفظ؟ يعني اي حد ممكن يبقى وهو بيحفظ ممكن ينسى، ممكن اي حاجه، في صعوبات ممكن تواجه الواحد، عايز اعرف الصعوبات اللي واجهتك في الحفظ او الصعوبات برضو اللي واجهتك بشكل عام. يعني انت دلوقتي قرآن كريم وبتقرا في الحفلات والندوات، عايز اعرف برضو ايه الصعوبات اللي بتواجهك بشكل عام؟ انا في الحفظ الحمد لله رب العالمين لم تواجهني اي صعوبه، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. اما الشهره الحمد لله يعني تعبت فيها كثيرا جدا في بدايتي، لان اي حد كان بيسمع موهبه الصوت الملائكي من زمايل القراء طبيعي كان بيحاول ان هو يقفل الدنيا عليا عشان ما اظهرش يعني وكده، لانه عارف ان موهبه الصوت الملائكي قدام العالم كله، العالم كله بيعشقها. فلكن الحمد لله كان عندي يقين وامل في الله سبحانه وتعالى ان هو هيعطيني ما اتمنى، والحمد لله اعطانا الله سبحانه وتعالى كل شيء الحمد تمام. لله. كنت قلت لي في الكواليس ان انت بتقلد بعض القراء. نعم. تمام. تمام. عايز اعرف بتقلد مين من القراء، ولو هتقلد لنا حد دلوقتي ممكن تقلد لنا مين من القراء؟ ممكن اقلد لحضرتك دلوقتي صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمد رفعت رحمهم الله جميعا. اتفضل. ربنا يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله يعني جميل. ده الشيخ عبد الباسط. نعم. تمام. تمام. لو اللي لنا الشيخ محمد رفعت. كمل على طول. تحت امر. من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني جميل. عايز اعرف منك برضو القارئ الموهبة فقط ولا لازم يكون دارس؟ يعني انا دلوقتي حابب ابقى قارئ قران. تمام. لازم ابقى دارس ولا الموهبه فقط تكفي؟ لابد ان تشترط الموهبه في الاول. تمام. فاذا تواجدت الموهبه بفضل الله سبحانه وتعالى تبتدي بعد ذلك في الدراسه. تمام. طالما هتدرس وانت كبير. انما تمام. لو صغير طبعا الواحد بيدرس الاول يتعلم الاول وبعد كده الموهبه بتيجي مع الوقت يعني. تمام. وطالما الواحد كبير حتى لو صوته مش حلو وكثره القراءه وكثره الاستماع الى شيخ يكون صوته كويس وخاصه قراء الرعيل الاول رحمه الله جميعا يعطيك الله سبحانه وتعالى ما تمنى إذا أخلصت للقرآن الكريم. تمام. يعني أنت شايف أن الموهبة هي أول شيء؟ طبعا. وبعد الموهبة أنت بتصقلها بالدراسة؟ أكيد. طيب الدراسة الواحد يطور بيها نفسه، اللي هو قارئ القرآن يطور نفسه بالدراسة، في حاجة تانية ممكن قارئ القرآن يطور بيها نفسه؟ كثرة التدريبات عشان طول النفس. تمام. وان هو يقرا كتير جدا علشان خاطر صوته ينعم ويبقى يخرج بعد كده صوت جميل، لان الواحد مش حب شيخ يستطيع ان هو يقلده، موهبه التقليد دي موهبه صعبه جدا. وانا انصح اي حد ان هو لو هيقلد شيخ صعب عليه يبقى ما يقلدوش، يقلد حد يكون يعني على قدر امكانياته.
تمام. طيب مش خايف انك انت يقال عليك انك انت بتقلد بعض الشيوخ فقط لغير وتنحصر في بند التقليد؟ والله يا استاذ احمد، هو القراء الموجودين على الساحه كلهم مقلدين ازاي؟ يعني عند حضرتك في شيخ اسمه الشيخ محمد الليسي الملقب بعملاق القراء، ده قرأ 21 جيجا على جوجل، موقع جوجل. بص، لو دخلت تسمعه هتلاقيه متنوع في الاصوات بتاعته والنبرات وانا وعلوم ممكن القراءات. يكون عندي موهبه التقليد، تمام. ممكن اكون بقدر اقلد الشيخ الفلاني، تمام. ولكن انا نفسي في الاول وفي الاخر، تمام. يعني انا احمد ليا قراءتي الخاصه بيا، ولكن لو هقلد دي موهبه تانية، فما فيش حاجه اسمها كل القراء مقلدين. لا، الشيخ محمد علي الطروطي هو اللي قال الكلام ده، باعتراف منه هو ذات نفسه شخصيا. ممكن تقدر تقول في تشابه بس كثيرا. مش كله. لا، ما هو صعب مقلد. تقليده صعب، يعني هو الشيخ اللي لسه ذات نفسه تقليده صعب جدا، بس بيحاولوا ان هم يعني يجيبوا حاجات يعني على قد الامكانيات بتاعتهم. تمام. عايز اعرف منك فضل القران الكريم. والله الانسان لما بيحفظ القران الكريم بيحس ان هو تحول من بشر عادي الى نبي، لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: حامل القران فكانما اعطاه الله النبوه الا انه لا يوحى اليه. فبتتحول من بشر عادي الى نبي إلا أنك لا يوحى إليك بشرط الإخلاص لله ولكتابه. تمام. يعني أنت دلوقتي تقصد أن فضل القرآن الكريم أن حافظ القرآن الكريم في مثابة نبي، ولكن لا يوحى إليه بدون وحي، إذا أخلص لله سبحانه وتعالى وللقرآن الكريم، مش بيقرأه رياء عشان الناس تقول وتعيد، لا، لأن يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيدخل النار يقول: يا ربي ده أنا كنت بقرأ القرآن عشان أقول. لا، أنت كنت بتقرأ عشان الناس تقول عنك أن أنت قارئ، والناس قالت عن النار. ممكن القرآن يوصل صاحبه للنار؟ لو أخذوا بطريقة سلبية، طريقة مش كويسة، بيبيع بيه، بيتاجر بيه، يعني اللي هو الرياء اللي حضرتك لسه بتتكلم عنه من شوية، ده أنا الشيخ فلان الفلاني وما أعرفش إيه، وحتى تلاقي الصوت يعني لا يسمع، يعني اللي هو بيبقى حافظ القرآن الكريم والمفروض فهم معانيه كلها، ولكن للأسف الشديد مش بيخلص لي زي ما حضرتك قلت. بص يا استاذ احمد، المقرئين الكبار كلهم بتوع خاصه الرعيل الاول والشيخ رفعت والشيخ الليسي والناس اللي هم الكبار دول رحمهم الله جميعا، لو انت حضرتك يعني اي حد يدخل يسمع لهم حوارات هتجد فيهم التواضع الكامل. يعني شوف الشيخ عبد الباسط، الناس تسمعه تدخل دين الاسلام عشان خاطره. ماشي. الشيخ محمد صديق المنشاوي تحس ان هو صوته باكي، هو الشيخ يوسف كامل البهتيمي. الشيخ محمود علي البنا تحس انه صوت حنون. الشيخ مصطفى اسماعيل قبل ما يصاب بالذبحه الصدريه كان حكايه الحكايات رحمه الله، وخاصه في كثره القراءه بالمقامات الموسيقيه كان موهوب هو في الحته دي. الشيخ محمود خليل الحصري طبعا اسطوره الترتيل طبعا. يعني بصراحه انت بتتكلم عن عمالقه قراءه القران. نعم. الكريم. نعم. طيب بخصوص المقامات، نعم، قارئ القران لازم يبقى عنده علم بالمقامات ولا لا؟ هو يفضل بس بشرط ان المقام ما يغلبش على الاحكام، لان لو غلب المقام على الاحكام يبقى ننسى المقام خالص ونقرا بالاحكام بتاعتنا، احكام القران الكريم. تمام. يعني بمعنى اصح اوصل الاحكام للقران ولا اوصل القران للاحكام. تمام. طب عايز اعرف منك برضو، انت ذكرت يعني عمالقه قراءه القران الكريم وذكرت اسامي كبيره واسامي كتير، عايز اعرف منك مين شيخك المفضل انت بقى تحديدا، مين شيخك المفضل وبتعتبره قدوه ليك وليه؟ في العصر القديم في المرتبه الاولى طبعا الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، لان الراجل ده رحمه الله اعطاه الله سبحانه وتعالى صوت الجنه بالنسبه لنا احنا هنا كبشر. تمام. يعني انا شايف ان افضل من الشيخ عبد الباسط هما اتنين، الله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده اللي انا سمعته، يعني دي الشيخ عبد الباسط ده اللي انا سمعته، اللي ما سمعتوش ومتاكد ان هو اجمل الله سبحانه وتعالى وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. لما تسمع القران الكريم من ربنا سبحانه وتعالى ما تقدرش ان انت ترمش، ما تقدرش ان انت تسرح. هو بص طبعا يعني الشيخ عبد الباسط يعني الشيخ كبير والله يرحمه ليه كل الاحترام وليه كل التقدير، ولكن ما ينفعش يعني التشبيه او وجه المقارنه اللي حضرتك بتقوله ما ينفعش التشبيه. لا، انا ما ينفعش مش اي تشبيه. انا قلت هم افضل،
الله سبحانه وتعالى طبعا ده ملوش مثيل، ليس كمثله شيء، ماشي. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ده سيد الامه، لكن انا بقول لحضرتك اللي انا سمعتهم من اللي موجودين في العصر القديم، الشيخ عبد الباسط والشيخ محمد رفعت، تمام، ومن العصر الحديث الشيخ محمد الليث رحمه الله، تمام. يعني انت دلوقتي الثلاث شيوخ دول هم المفضلين بالنسبه لك، وبتعتبرهم القدوه بتوعك. نعم، وعلى فكره ذكر الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بفضل ربنا سبحانه وتعالى انا اللي بحييها، يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى عليا. تمام، حاجه جميله. واولاده قمه في الادب والاحترام. يمكن انا لما دعيت هناك كنت فاكر بصراحه ان هم، يعني ارجو ان هم يسامحوني في سوء الظن ده، ان هم متكبرين بقى، لان الواحد بيشوف مقرئين يا رب يهدينا جميعا. لكن دول ادب، اخلاق، احترام، وقار، كرم ما بعد كرم. وعلى فكره عايز اقول حاجه، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد لم يربي اولاده فقط، بل رب العالم اجمع على الكرة. سماع صوته في قراءه القران. تمام. هو انت قلت نقطه مهمه، اتفضل، نقطه عجبتني. احيانا ممكن الواحد يشوف شخص من بعيد بدون ما يتعامل معاه، نعم، فيظن فيه ظن السوء، نعم، ولكن لما بيتعامل معاه بيعرف الشخص على طبيعته. نعم. ومن هنا برضو بنوجه رساله، ما تحكمش على اي شخص الا لما تتعامل معاه. ده اكيد. ما ينفعش ان انت تظن سوء بحد بدون ما تتعامل معاه. ما ينفعش حد يقول لك فلان ده متكبر، فلان ده مغرور، وانت تمشي وراه بدون ما تتعامل مع الشخص. اتعامل مع الشخص وبعدين احكم عليه. زي ما بيقولوا كده، ما تحكمش على الكتاب من الغلاف، لازم تقرا الكتاب وتشوف المحتوى بتاع الكتاب وبعدها تحكم عليه. ده اكيد. ما ينفعش نسمع كلام بعض الناس وننساق ورا شائعات بعض الناس، لان المشكله دي بتوقع ناس كتير جدا في مشاكل. انا ممكن احكم على حد بدون ما اتعامل معاه حكم سيء، وفي الوقت ده الحكم السيء ده يعني يخليني اشوف الشخص سيء، وهو بيبقى انسان كويس جدا وانسان حلو جدا. لو اتعاملت معاه بعرف الانسان ده وبعرف الشخص ده. ما ينفعش ان انا زي ما انا قلت في البدايه ان انا احكم على الكتاب من الغلاف. وطبعا مش عايز اخرج عن موضوع حلقتنا، تمام، وعايز انا أعرف. ما حكمتش عليه، انا كنت خايف ان هم يكونوا زي الناس المتكبره. انا طبعا مش بتكلم عليك، انا بتكلم بشكل عام. تمام تمام. بشكل عام، تمام، على امور كتير جدا كلنا بنعيشها. انا، تمام، واحد من الناس ممكن اشوف حد من بعيد احكم عليه حكم سلبي، تمام، وهو يبقى كويس. تمام. انت قلت لي انك حفظت القران في 3 شهور في البدايه. عايز اعرف منك اسهل طريقه لحفظ القران الكريم. انا عايز احفظ القران الكريم بس مش عارف. تمام. ايه هي اسهل طريقه لحفظ القران الكريم؟ هتشوف شيخ يكون صوته كويس ويخش قلبك، ايا كان هو الشيخ ده مين. يكون صوته قريب من صوتك، ماشي، والقراء كثيرون ما شاء الله عليهم يعني، ماشي، وتسمعه كتير. ولو هتحفظ كل يوم ايتين اتنين على صوته، يعني الناس بتستاهل تقول لك ايتين اتنين، يبص لشكل المصحف 30 جزء ازاي يعني، 60 حزب وما اعرفش، هتحفظ ازاي ده؟ لا، خد ايتين اتنين، هتبص لنفسك بتاخد كمية غير طبيعية في 3 سنين. أبسط لنفسك، ربنا أكرمك وحفظه. ده الناس اللي ما عندهاش ملكة الحفظ يعني. تمام. يعني السمع طبعا. السمع هو أول شيء لحفظ القرآن الكريم. نعم. أنا هسمع، ففي الوقت ده هقدر أحفظ بطريقة صحيحة. تمام. ولكن لابد أن أنت برضو تروح لشيخ أن هو تراجع عليه علشان خاطر ما تنساش. تمام. لازم مع السمع وكثرة أن أنت دايما تقرأ تروح لشيخ، لازم ان انت تحفظ عليه عشان ما تخافش بعد كده. تمام. لو هتتلو لينا حاجه اخيره، ممكن تتلو ايه؟ من سوره البلد. معاك الكاميرا؟ تمام. الكاميرا؟ تمام. هي هنا؟ تمام. وبنسمع حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد
قد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. مش شايف انك انت ممكن تبقى حابب تشتغل على نفسك شوية ولا انت مكتفي بكده؟ لا، هو احنا اصلا في القراءة يعني ما بنخشش مثلا في الحفلات بتاعتنا نقرأ جواب كده، لابد ان احنا لازم نسخن الحنجرة الاول عشان خاطري ديت لين تمام واقدر اجيب نفس مرتاح ماشي. وبعدين انا الحمد لله من النوعية اللي بتسرعش نفس بفضل ربنا سبحانه وتعالى تمام. ولما بقلد الشيخ عبد الباسط والد الشيخ رفعت ما بحسش باي تعب يعني الحمد لله رب العالمين. تمام. يعني اتدربت على اصواتين سنين. يعني انت شايف ان انت في التقليد افضل من انك انت تتلو حاجه منك لنفسك انت؟ لا، ما انا اصلي بص، هو في حاجه عايز اقولها لحضرتك وللساده المشاهدين. الشيخ عبد الباسط الشيخ عبد الباسط بالذات انا مش بقلده، هو طبيعه الصوت كده. الله عز وجل جعل الحنجره دي كده، وهذا كان من فضل الله سبحانه وتعالى علي ان هو اصطفانا بهذا الصوت في الناس اللي هي موجوده دلوقتي حاليا. طبعا اولاده برضو مقلدين ليه ما شاء الله عليهم، ولكن الشيخ عبد الباسط صعب تقليده، حنجره صوتها رفيع جميل حنون. نتكلم عن اولاده، دي وراثه مش تقليد، ما فيش حاجه اسمها ممكن لا لا لا، مش كل قارئ ابنه يستطيع انه يقدر يقلده، هذا شيء مستحيل يعني. تمام. خاصه اذا كان مقرئ كبير صعب صعب. لما نيجي نقول الشيخ رفعت او الشيخ عبد الباسط او الشيخ مصطفى اسماعيل او الشيخ محمد الليسي، الناس الصعبه تقليدها جدا جدا، ناس عمالقه يعني ربنا سبحانه وتعالى مصطفيهم كده لنفسه. تمام. لو هتوجه رساله اخيره او نصيحه او رساله شكر ممكن تكون لمين وتقول فيها ايه؟ معاك الكاميرا واللي انت عايزه. لو هوجه نصيحه للقراء اقول لهم يعني احنا بنتمنى ان احنا كلنا، وانا اولكم عشان ما حدش يقول ان انا بهاجمه، ان احنا نخلص للقران الكريم زياده عن كده، ونقرا القران الكريم للقران الكريم ولله في المقام الاول والاخير. تمام. رساله الشكر اللي انا عايز اشكرها، عايز اشكر اهالي محافظه الشرقيه على وقوفهم جنب مني ودعمهم، لان هم اللي اكتشفوا الموهبه ديت ونموها، وانا اخذت فرصتي هناك واتشهرت هناك. وعايز اشكر اهلي اللي في قريه تيتا، وعلى راسهم طبعا عائله ابو يوسف، واساتذتي الشيخ اسلام حجازي اللي كنت بتدرب على ايده تمام، ده مقرئ اسطوري. اتمنى ان شاء الله باذن الله في يوم من ذات الايام ان احنا نكون مع بعض سوا هنا باذن الله. واسطوره المقامات الموسيقيه الاستاذ هشام مساعد ابو يوسف، ده هذا الرجل اعطاه الله سبحانه وتعالى تنوع في قراءه القران الكريم بالمقامات بطريقه لدرجه ان هو ممكن يودي الانسان البحر ويجيبه عطشان زي ما احنا بنقول. صوته جميل جدا في المقامات، وهو استاذ في المقامات الموسيقيه بيعلم ناس كتير يعني. تمام. عايز اعرف حلمك ايه؟ انا حلمي ان انا اوصل لمكانه ما فيش مقرئ من اللي في العصر ده قدر يوصل لها، وان شاء الله باذن الله هحققه باذن الله. مكانه ما فيش مقرئ وصل قدر يوصل لها. ان شاء الله بالاجتهاد وبالعمل وبالسعي. أكيد. ممكن توصل اللي انت عايزه. أكيد. بس لازم طبعا الواحد يجتهد ولازم يشتغل على نفسه. أكيد. لان لو الواحد ما اجتهدش واشتغلش على نفسه مش هيوصل لاي حاجه هو أكيد. عايزها. تمام. لا، انا حلمي في نفسي لازم ان انا اسعى ليه بالاجتهاد والاخلاص لله سبحانه وتعالى طبعا في المقام الاول والاخير، والتواضع والادب والاحترام، الاحترام لكل الناس. وبالمناسبه ديت في عايز اشكر ثلاث اشخاص بعد اذن حضرتك. اتفضل. المهندس السيد ابو هاشم، والمهندس تامر ابو هاشم، والحاج صابر العلجواني. الناس ديت من الناس اللي انا اشتغلت معاها، ناس روعه ما شاء الله عليهم في شغلهم، ربنا يا رب يبارك فيهم، وهم اساطير فعلا في محافظه الشرقيه فعلا في ضبط المكبرات والحفلات الدينيه. قارئ عبد الفتاح شهاب الدين، شرفت ونورت برنامج حلم حياه. ربنا يشرفك. وبشكرك، والوقت خلص بسرعه، بشكرك جدا، شرفت ونورت. انا سعيد جدا ان انا كنت مع حضرتك، واتمنى ان ربنا يكرم كده ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله المره الجايه ان شاء الله باذن الله تكون قريبه باذن الله بمشيئته. وبشكر قناه الصحه والجمال، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا، والعاملين على البرنامج، وان شاء الله باذن الله دايما في تقدم افريقي باذن الله. انا بشكرك وشرفت ونورت. ربنا يشرفني، بارك الله يكرمك. اعزائي المشاهدين، كنتم معنا في برنامج حلم حياه، وانتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمه.